مباراة صعبة، صعبة للفرقتين، صعبة جدا يعني. مباراة 50-50 يعني. الزمالك عنده لعيبة كويسة جدا جدا وعمل أداء كويس الفترة الأخيرة، خد كأس مصر. الأهلي عمل أداء كويس جدا وخد دوري عام، وآخر مباراة حتى المباراة الإفريقية اللي بره كسبها 2-0 ومع مدرب جديد. أنت عارف المدرب الجديد طبعا بيبقى دايما في الأول دايما، أي مدرب في أي مكان يعني. فالمباراة مش تبقى سهلة للفرقتين يعني. توقعاتي بقى ما اقدرش اقول توقعات في اهلي وزمالك يعني. انت عارفه دايما بيبقى في، ممكن يبقى في فريق ماشي بشكل كويس جدا قبل ويجي يوم المباراه ما يبقاش فيه توفيق، ما يبقاش اللعبه في قمه تركيزها، او حتى مش موفقين في المباراه. انما امنيه اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكسب. التوقعات دي ما اقدرش اتوقع يعني، انما هي 50-50 يعني. شناوي طبعا يعني زي ما بقول لك بيأدي بشكل كويس قوي قوي قوي، هو من افضل حراس مرمى موجودين في مصر دلوقتي. بتمنى له التوفيق طبعا في المباراه اللي جايه، وهو شريف وعلي، وان شاء الله باذن الله يعني كامنيه يعني ربنا يوفقنا ونكسب ان شاء الله الماتش اللي جاي ده. ماتش مهم جدا. انا لعبت 3 سوبر مع الزمالك، كسبنا 2 وخسرنا بطوله واحده. كسبنا بطوله بضربات الجزاء مع جريدو في استاد القاهره، وكسبنا بطوله في الامارات مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي 3-2، وكسبنا بطوله برضه بضربات الجزاء مع كابتن حسام البدر. فهي الذكريات طبعا بتبقى، مباراه الزمالك بيبقى لها يعني، تعرف ايه، بتبقى دايما المباراه دي ما بتتنسيش ودايما بتبقى في الذاكره، سواء بقى احنا كجهاز للعيبه لجمهور. فالمباراه دي بتبقى محتاجه تركيز عالي جدا جدا جدا.